أهلا يا صغار، أهلا يا أبطالي الحلوين. اليوم درسنا اليوم مادة الرياضيات، معكم الست طيبة علاء الدين من مدرسة القيم النموذجية الأهلية. قبل ما نبدأ بأي درس يا حلوين، مثل ما تعلمنا نراجع الدرس اللي قبله، لكن درسنا لليوم يا حلوين الفصل السابع الدرس الثالث، قياس الطول بالسنتيمترات. لكن قبل ما نبدأ بأي درس مثل ما تعلمنا، راح نراجع الدرس اللي سبقه، راح نراجع درسنا السابق كان عن الأشهر وقياس الوقت، يعني معرفة الساعات. تعالوا أنا وياكم نراجع للدرس السابق يا حلوين. اتذكرنا الميل الصغير يمثل لنا ميل الساعات، أما ميل الكبير يمثل لنا ميل الدقائق. أرجع أكرر يا حلوين، الميل الصغير يمثل لنا ميل الساعات، الميل الكبير يمثل لنا ميل الدقائق. تعالوا أنا وياكم نشوف، هنا الميل الصغير على الاثنان معناها الساعة الثانية، والميل الكبير على الساعة السادسة معناها الساعة الثانية وثلاثون دقيقة. الميل الكبير، الميل الصغير على ميل الساعات، اشرنا على الاثنان، الميل الكبير على الستة، ميل الدقائق معناها الساعة الثانية والنصف. الآن نرجع يا حلوين نشوف الساعة الثانية والنصف. الآن عندنا ميل الصغير ميل الساعات، الميل الكبير ميل الدقائق يا حلوين. شوف الميل الصغير على الساعة الثالثة، والميل الكبير أيضا على الثالثة، بما معناها الساعة الثالثة والربع، الساعة الثالثة والربع، الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة. الآن الميل الصغير على الساعة، الميل الصغير ميل الساعات بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة، والميل الكبير ميل الدقائق على الساعة التاسعة. احنا من نشوف الميل بين الرابعة والخامسة نختار العدد الأصغر، نختار الأربعة، والميل الكبير على التسعة معناتها بالأربعة وخمسة وأربعون دقيقة، أربعة وخمسة وأربعون دقيقة، أو بما معناها خمسة إلا ربع، خمسة إلا ربع. هاي درسنا السابق. اليوم يا حلوين راح نتعرف على درس جديد اللي هو القياس بالسنتيمتر، القياس بالسنتيمتر، قياس الطول. يفيدنا هاي القياس بالسنتيمترات، يفيدنا بقياس الطول. تعالوا يعني وياكم نشوف هذا الفيديو، راح يوضح لنا شلون راح نتعلم نقيس يا علاء سامي. كيف سنجد ما طلبته المعلمة؟ نحن بحاجة لمساعدة أزرة. أهلا بسلمى وقيس، ماذا تفعلان؟ لقد طلبت منا المعلمة أن نبحث عن وحدات دقيقة غير التي تعلمناها في الصف الأول لقياس الطول، ونحن نبحث عنها. ها؟ لدي فكرة. ما هي؟ سأخذكما إلى متحف الرياضيات العجيب. هذا المتحف يحتوي على كل أدوات الرياضيات وقوانينها المتكلمة، وستجيبنا إن سألناها أي سؤال. هذا رائع. أهلا وسهلا، أنا المتر وهذه المسطرة، ونحن من عالم الأطفال. نحن بحاجة لمساعدتكما في حل المشكلة، وقد أرادت معلمتنا أن نبحث عن وحدات دقيقة لقياس الطول. انظرا جيدا إلي، فأنا مقسمة إلى وحدات دقيقة ومتساوية، وكل وحدة تسمى السنتيمتر. فالمسافة من الصفر للواحد تمثل سنتيمترا، والمسافة من الواحد للاثنين تمثل سنتيمترا واحدا أيضا، والمسافة بين الصفر إلى واحد مساوية تماماً للمسافة بين واحد إلى اثنين، ومساوية للمسافة بين الاثنين والثلاثة وهكذا. واحد سنتيمتر، اثنان سنتيمتر،
3 سنتيمتر حتى نصل إلى 30 سنتيمتر. أها، أي أن طول المسطرة هو 30 سنتيمترا. نعم، أنا طولي 30 سنتيمترا، وهناك مساطر أخرى طولها 20 سنتيمترا، وأخرى طولها 15 سنتيمترا، ومساطر مختلفة الأطوال. يا ترى ماذا نستطيع أن نقيس بالسنتيمتر؟ أنا يا سلمى أداة أستخدم لقياس الأطوال القصيرة كطول القلم والكتاب والدفتر، وأنا مقسمة إلى وحدات معيارية ومتساوية تسمى كل منها سنتيمتر. وماذا يعني معيارية؟ يعني أن طول كتابك سيكون نفس الطول حتى لو استخدمتني في القياس أكثر من مرة، أنت أو غيرك. إذا أفهم من كلامك يا مسطرة أن السنتيمتر وحدة معيارية لقياس الأطوال القصيرة. هذا صحيح، أحسنت. وأنت أيها المادي إلى ماذا مقسم؟ أنا أيضا مقسم إلى وحدات دقيقة ومتساوية تسمى كل منها سنتيمتر، ولكن عدد السنتيمترات لدي أكثر وتصل إلى 100 سنتيمتر، والمئة سنتيمتر تمثل وحدة جديدة للقياس تسمى المتر، لذلك سموني مترا. هل تقصد أن كل 100 سنتيمتر يساوي 1 متر؟ نعم يا سلمى، المتر يساوي 100 سنتيمتر، وأنا أستخدم لقياس الأشياء الأطول كطول الباب، السبورة، الغرفة، حتى طولكم أنتم. إذن أنت أيها المتر وحدة معيارية دقيقة لقياس الأطوال الطويلة. طيب، لقد وجدنا الوحدات الدقيقة لقياس الأطوال. وجدنا الوحدات الدقيقة لقياس الأطوال. نعم نعم. الآن يا حلوين، أرجونا جميع الانتباه وياي. مثل ما شفنا بالفيديو تعلمنا أنه وحدات القياس للأشياء الصغيرة كطول القلم، كطول الكتاب، كطول المحفظة، كطول الملعقة، كطول الشوكة. هاي الأشياء الصغيرة يمكن قياس طولها باستعمال السنتيمتر، يمكن قياس الطول باستخدام السنتيمتر، وأن السنتيمترات مقسمة بصورة متساوية، يعني الفرق بين السنتيمتر واحد وسنتيمتر اثنان هو نفس الشيء، مقسم بالتساوي. يا حلوين، يعني نلاحظ خلال المسطرة الكل ينظر للمسطرة اللي عنده، الكل ينظر للمسطرة اللي عنده، الكل ينظر للمسطرة الموجودة عنده، يلاحظ أنها مقسمة بالسنتيمترات بصورة متساوية. يلاحظ أن سنتيمتر واحد نفس المسافة إلى سنتيمتر اثنين، ونفسها إلى ثلاثة، ونفسها إلى أربعة. نلاحظ أنها مقسمة بصورة متساوية، مقسمة بصورة متساوية. يا حلوين، هذه نسميها وحدات قياس الطول بالسنتيمتر، وإن شاء الله راح تتعلمون بالسنوات القادمة بالأمتار. الأمتار اللي نقيس بها الأشياءات الكبيرة مثل الباب، الغرفة، الأشياء الطويلة والأشياء الكبيرة نقيسها بالأمتار، والواحد متر يساوي لنا 100 سنتيمتر، راح نتعلمها ان شاء الله وراح تتعلمون التحويل. الان ارجو من الجميع الانتباه الي. نخلي طول، نخلي القلم على المسطره من الصفر. نلاحظ من الصفر، من الصفر. صادق شوفاني شلون حاطته للقلم يا بطل. من الصفر لاحظ وين يصل، ايش قد طوله للسنت، كم سنتيمتر يقرا؟ 16 سنتيمتر. نلاحظ من الصفر، نبدأ وياه من الصفر، نبدأ يا صادق من الصفر وياي يا حلوين، الكل تبدأ وياي من الصفر إلى حد ما يوصل القلم وين نهاية القلم 16 سنتيمتر. هسه فقرة أتأكد يا حلوين، أيضا يستعمل هذا القلم هنا، نشوف لي وين يوصل القلم من بدايته من الصفر. طول القلم 11 سنتيمترا، 11 سنتيمترا. الآن نفتح الكتاب يا حلوين، فقرة أتأكد صفحة 116. نفتح الكتاب صفحة 116 يا طيبة ويا نور الهدى. 116، نفتح الكتاب صفحة 116 يا حلوين، نفتح الكتاب صفحة 116.
يلا يا أبطال الصغار، منو راح يشاركني بالحل؟ يلا يا زين، يلا يا زين عمار. نعم سانسي. يلا يا حبيبي، السؤال الثاني بفقرة أتأكد. السؤال الثاني من فقرة أتأكد. طول القلم يا حبيبي بالسنتيمترات، كم طول القلم؟ 14. خلينا نشوف حل زين صحيح أم خطأ. إلى حد نهاية القلم، إلى رأس القلم من نهايته. ممتاز يا زين عمار، ممتاز يا بطل. زين لاحظ من بداية القلم وضع القلم من الصفر إلى نهاية القلم قص طوله 14 سنتيمتر، 14 سنتيمتر. ممتاز يا زيوني، شكرا يا بطل. الآن لدينا بفقرة أحل أشياء نحتاج إلى قياس طولها بالسنتيمترات، مثل هذه فرشة الألوان. فرشة الألوان، من راح يشاركني ويحل وياي يا أبطالي الصغار؟ من راح يشاركني ويحل وياي من أبطالي المتفوقين؟ أطلب من فهودي. يلا يا فهد، يلا يا فهد. نعم سانسي. يلا يا بطل الأبطال، افتح لي الكتاب وشوف لي اياها. طول هذه الفرشة التلوين كم طولها يا بطل بالسنتيمترات؟ 22. خلينا نتأكد من حل فهودي، خلينا نتأكد من حل الفهودي. 22. ممتاز يا فهد، ممتاز يا ملك الرياضيات، ممتاز يا فهد يا بطل الأبطال. شكرا. عفوا يا حلو. الآن عندنا هاي ملعقة الطعام، أحتاج إنه أقيس طولها بالسنتيمترات. نلاحظ إنه نخلي الملعقة من الصفر إلى أين تصل نهاية الملعقة؟ شوف نقيس وياها. منو راح يشاركني بالحل؟ منو راح يشاركني من أبطالي الصغار؟ منو راح يشاركني بالحل؟ منو من أبطالي المتفوقين راح يشاركني بالحل يا حلوين؟ يلا يا سنة، يلا يا سنة، يلا يا سنة يا حلوة. نعم سانسي، بس أنا عندي سؤال. نعم. أنا شحن تليفوني 8. ما يخاف حبيبتي، كملي ويانا الحل لحد ما يتوقف تلفون، إن شاء الله تنزل على اليوتيوب. كم طول الملعقة يا سنة؟ الملعقة طولها 13. خلينا نتأكد نشوف حل هالسنة. كم حل هالسنة؟ 13. أحسنت يا سنة، شكرا يا سنة، شكرا يا حلوة يا سنة. منو من الحلوين راح يشاركني بالحل؟ يلا يا أبطال الصغار، منو من الحلوين راح يشاركني بالحل؟ يلا يا كادي كرم، يلا يا كادي. نعم سانسي. يلا يا حلوة. كادي عندي مسطرة وأحتاج أقيس طول هذا القلم للألوان اللون الوردي، كم طوله للقلم يا كادي؟ 12. خلينا نشوف أنا وياك تتأكد من حلك. ممتاز يا كادي، ممتاز يا حلوة، شكرا سانسي. عفوا يا وردة. أطلب من جميع أبطالي نقل الحل بالكتاب حتى أتأكد من الحل، ترفعوه أمام الكاميرا. يلا يا أبطالي الحلوين حنشوف منو راح ياخذ. يستحق علامة أي، أول وحدة استحقت علامة أي كادي، سنا فراس، فهد علامة أي، ممتاز يا فهودي، زين عمار ممتاز، سارة عمار، أحمد محمد، منو رفع الكتاب؟ بنين اليسار، ممتازين يا صغاري، يوسف سعد أيضا ممتاز، عبد الله حسن، مهدي أنور، يلا ممتازين ممتازين، رقية كريم ممتاز، محمد جلال، يزن إبراهيم، حسن، رقية علي، ممتازين ممتازين يا صغاري، جنى، محمد حارث، ممتازين يا أبطالي، ممتازين يا تلاميذ الصغار. ماما هي السنتيمتر وحدة لقياس الأطوال الأشياء الصغيرة، مثل القلم، مثل الملعقة، مثل الشوكة، مثل السكين، هاي الأشياء نقيس بها أطوال الأشياء الصغيرة. ورح نتعلم بالسنوات القادمة الوحدات الكبيرة مثل المتر والكيلومتر، أيضا رح نتعلمها إن شاء الله بالسنوات القادمة. الآن يا أبطالي الصغار، عندنا الدرس الرابع وهو قياس الكتلة بالغرام. قياس الكتلة بالغرام، أرجو من الجميع فتح الكتاب صفحة 118. موضوعنا التالي موضوع سهل جدا بسيط، قياس الكتلة بالغرام. قياس الكتلة بالغرام يا حلوين،
تعالوا أنا وياكم نشوف هذا الفيديو. 30 كيلو مترا تقريبا. أحسنت يا ليلى، والآن سننتقل لشرح وحدات قياس الكتلة. هذا هو الميزان ونستخدمه لقياس الكتلة. وما هي الكتلة؟ الكتلة مقدار ما في الجسم من مادة. نعم، فلكل جسم كتلة مختلفة عن غيره، أليس كذلك؟ هذا صحيح، فكتلة الريشة تختلف عن كتلة المبرة، لذلك نستخدم الميزان لمعرفة قياس الكتلة. انظروا إلى الخاتم والقلم والتفاحة، فهي أجسام صغيرة تقاس بوحدة الجرام. لكن لقياس كتلة البطيخة والدجاج والسمكة نستخدم وحدة الكيلوغرام ويساوي 1000 جرام. ما وحدة قياس الكتلة الأنسب لقياس هذه الأشياء؟ البطيخة والخروف تقاس كتلتهما بوحدة الكيلوغرام، والدبوس والإسوارة تقاس كتلتهما بوحدة الجرام. أحسنت يا سلمى. أطفالي الصغار، اليوم راح نتعلم درس جديد وهو قياس الكتلة بالغرامات. شنو من على قياس الكتلة؟ سامعين ماما من تروح للسوق أو تروح تشتري أشياء تسأل للبائع بكم الكيلو؟ سامعين أكيد الكل أكيد كلكم يقول لها كيلو جرام، هاي للأشياء الكبيرة يا حبيبي. أما الأشياء الصغيرة نستعمل لها الغرام. الأشياء الصغيرة من نريد قياس كتلة شيء صغير راح نقيسه بالغرامات، بينما الأشياء الكبيرة يا صادق راح نقيسها بالكيلوغرام، راح نقيسها بالكيلوغرام. الأشياء الكبيرة نقيسها بالكيلوغرام، أما الأشياء الصغيرة الخفيفة مثل القلم، مثل الأسوار، مثل المحبس، مثل الحلق، مثل الأشياء الخفيفة راح نستعمل الغرام لقياسها. أحوط التقدير الأنسب للكتلة. مثلاً عندي هنا الفراولة، إيش قد نتوقع وزن كتلتها؟ 4 غرامات أم 40 غرام؟ يعني نحوط شيء نقدر أنا بيني وبينكم. الفراولة شيء صغير، فكتلتها 4 غرامات أم 40 غرام؟ أنا أقدرها إنه هي 4 غرامات. طيب هذا ألبوم الصور، ألبوم الصور كنا عندنا ألبومات صور كبيرة وسميكة، فنلاحظ إيش قد نقدر لها التقدير الأنسب للكتلة مالتها 8 غرامات أم 800 غرام؟ يلا يا اليسار. نعم سامسي. يلا يا حلوة، هذا البوم الصور إيش قد تقدري له كتلته؟ 8 غرامات أم 800 غرام؟ هو خفيف يكون أم ثقيل؟ يلا يا اليسار. 8 غرامات. اليسار، عنديش ألبوم صور بالبيت؟ نعم سامسي. زين أنت شو تقولين؟ 8 غرامات لو 800 غرام؟ 800 غرام. 800 غرام، أحسنتي، 800 غرام لأنه ثقيل، قلنا الغرامات الصغيرة، بس هنا الألبوم كبير، يعني دا نحس إنه وزنه ثقيل، فلذلك نختار له 800 غرام. الآن فقرة أحل يا حلوين، نحوط التقدير الأنسب للكتلة. منو راح يشاركني بالحل؟ منو راح يشاركني بالحل؟ يلا يا أبطال الصغار، منو راح يشاركني من يلا يا طيبة، يلا يا طيبة. نعم سانسي. يلا يا حلوة يا طيبة. طيبة، الملعقة اللي ناكل بيها الطعام إيش قد تقدرين كتلتها؟ 40 غرام أم 400 غرام؟ 40 غرام. 40 غرام، أحسنت يا طيوبة، أحسنت يا حلوة، أحسنت يا وردة. كساسي. عفوا يا طيوبة. الآن أسأل واحد من الحلوين، يلا يا حمودي جلال، يلا يا محمد جلال. يلا يا محمد جلال. يلا يا محمد جلال. نعم شانشي. يلا حمودي، عندنا البيضة، إيش قد تقدر كتلتها؟ 50 غرام أم 5 غرامات؟ إيش قد تقدرها أنت؟ 50 غرام. خلينا نشوف حله. ممتاز يا بطل، 50 غرام.
ممتاز يا حمودي، شكرا يا بطل. شكرا شانشي. عفوا يا حلو. الآن رح نسأل واحد من الأبطال. يلا يا علي قاسم. يلا يا بطل علي قاسم. شوف علي قاسم، شوف البطل علي قاسم. يلا يا علاوي. علاوي مدى يجاوبني. الآن نسأل عباس. يلا يا عباس. عم شانسي. يلا يا عباس يا بطل. المحبس ايش قد تقدر كتلته؟ 6 غرامات ام 600 غرام؟ 6 غرام. 6 غرامات ام 600 غرام؟ يلا يا عباس. 6 كم يا عباس؟ 6 غرام. كم يا بطل؟ 6 غرامات. شكرا يا بطل. الآن أطلب من الحلوين. يلا يا سارة عمار. يلا يا سارة عمار. سارة عمار. يلا يا سارة. القلم، قلم الحبر إيش قد تتوقعين كتلته؟ 400 غرام أم 20 غرام يا سارة؟ 20 غرام. كم؟ 20. علي صوتك سارة يا حلوة، من أسمعك؟ 20 غرام. 20 غرام، أحسنت يا حلوة، شكرا يا أميرة سارة. راح أسأل واحد من الأبطال الصغار، منو شاركني بعد بالحل؟ منو شاركني بعد بالحل؟ يلا يا بنين، يلا يا بنين. نعم سيد، 130. حبيبتي بنين، عندي البرتقالة. 130 غرام. 130 غرام، نتوقع. 130 غرام. ممتازة يا حلوة، شكرا يا حلوة يا بنين. شكرا يا بنين. عفو. شكرا يا حلوة. الآن راح أطلب من البطل عبد الله. يلا يا عبودي. يلا يا عبد الله حسن. نعم سانسي. عبودي، هذا كوب الشاي أو كوب الحليب إيش قد تتوقع كتلته؟ 900 غرام أم 100 غرام؟ 900 غرام. خلينا نشوف أنا وياك. 100 غرام يا عبد الله. 100 غرام، لأنه 900 غرام ثقيل جدا، فهو مو ثقيل كلش يا بطل. أرجو من جميع أبطال الصغار نقل الحل بالكتاب. أرجو من جميع تلاميذ الصغار نقل الحل بالكتاب ورفع الكتاب للتأكد يا حلوين أمام الكاميرا. يلا يا أبطالنا الصغار. ممتاز يا اليسار، ممتاز يا علي قاسم، ممتاز يا يوسف سعاد. يلا يا حلوين، يلا يا أبطالي، ممتاز يا زين، ممتاز يا فهد، ممتاز يا سنة، ممتاز يا مهدي أنوار، ممتاز يا روز، ممتاز. يلا يا ريماس، ممتاز يا رقية، مقية كريم، كادي، ممتازين يا حلوين، يا زين إبراهيم، جنى، رقية كريم، أحمد محمد، ممتازين يا صغاري، ممتازين يا أبطالنا الحلوين، جنى ممتازة، كادي، ريماس، أين الحل يا ريماس؟ يلا يا روز، أين الحل؟ حسين، ممتازين يا أبطالي، ممتاز يا عبودي، ممتاز يا حلو، ممتازين يا أبطالي الصغار، أحسنتم، بارك الله فيكم يا تلاميذ الحلوين، بارك الله فيكم، كنتم رائعين اليوم، كنتم متفوقين، شكراً لانضمامكم يا أبطالي الصغار، شكراً لكم يا حلوين، كنتم رائعين اليوم.